أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم احتفلنا بالمهرجان الختامي للمعسكر الإسلامي السادس عشر الذي كان هذا العام تحت اسم سجل أنا مسلم. في هذا المعسكر هذا العام كان ما يقارب 250 طالب وطالبة، جميعهم من منطقة الغابة، من إبطين، السعدية، الكعبية، الحجاجرة، الزرزير. في هذا المعسكر حاولنا غرس لدى الطلاب مفاهيم عن حب الله سبحانه وتعالى وعن حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعن حب الإسلام والعمل لنصرة دين الله وحب الأرض المباركة أرض فلسطين وربطهم بالمسجد الأقصى المبارك. هذا العام كان المعسكر له رونق خاص. أنا بالنسبة إلي شخصيا، لأني كنت أول مرة أكون مدير المعسكر، فبهذه المناسبة أشكر الدعوة المباركة في هذه المنطقة، كلفتني أن أكون مدير في هذا العام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظنهم، فما كان من توفيق فبحمده وبفضله سبحانه وتعالى، وما كان من تقصير فمنا ومن أنفسنا، فنستغفر الله ونتوب إليه. في هذه المناسبة نشكر جميع الأهالي الذين أرسلوا أبنائهم إلى المعسكر الإسلامي حتى يتربوا على حب الله وحب رسوله وحب الإسلام وحب المسجد الأقصى المبارك، كما نشكر إخواننا المتبرعين الذين جادوا بأموالهم في لنصرة دين الله ولنصرة هذا المعسكر الإسلامي، كما نشكر المرشدين الكرام والمرشدات الكريمات الذين بذلوا من جهدهم ومن وقتهم خدمة لهذا المعسكر حتى يتعلم أبناؤنا المفاهيم الإسلامية الصحيحة، كما نشكر أهالي بلد الغرفات وأهالي المسجد الإيمان في عرب الغرفات على أن أتاحوا لنا هذا العام أن نكون في ساحة المسجد، فنشكره على حسن الضيافة إن شاء الله وبارك الله فيهم. كما في هذا المقام فقدنا أخوين فافتقدناهم في هذا المعسكر. الأول كان الأخ الحبيب جعفر غدير الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا العام، فكان في كل عام هو مرشدا ومعلما وحاضنا للأطفال ومربيا لهم وعاملا في هذا المعسكر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله عنده في الصالحين. كما افتقدنا هذا العام الأخ الفاضل الشيخ عثمان غرفات الذي كان هو في كل عام بمثابة المدير والمدبر لهذا المعسكر، هو الآن في العمرة مع طلاب حراف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه العمرة وأن يتقبل طاعته وأن يرده سالما غانما إلى بلادنا. ونشكر موقعكم الكرام ونحيي مشاهديكم ومتابعيكم إن شاء الله رب العالمين، وبارك الله فيكم.